السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E News من قناة ظفرة، أهلا بكم. والبداية مع العناوين: رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الحكومة المصرية توافق على إنشاء وحدة البريكس. بايدن يتحدث بعد وصول إعصار إيداليا إلى فلوريدا. إسبانيا كوليبا يطلع على خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي. تلك كانت العناوين وإلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس صدر جاباروف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي عقلبيك جاباروف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بتعيين هاجر أحمد محمد الذهلي أمينا عاما لمجلس التعليم والموارد البشرية. شغلت الذهلي منصب نائب الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية ومنصب مدير إدارة المشاريع وشؤون المجلس، بالإضافة إلى القيام بأعمال إدارة السياسات والبحوث. كما تولت سابقا مهام مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية في مكتب أبوظبي الإعلامي وإدارة الاتصال الحكومي والسياسات والبحوث في الجهة نفسها، بالإضافة إلى خبرتها السابقة بإدارة الأداء الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع 19 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي والتقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد. وقد استمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي. تفقد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي قطاع المهام الخاصة يرافقه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة وعدد من الضباط، وذلك خلال جولة ميدانية ضمن منظومة التفتيش لمتابعة جهود القطاع في مواكبة التطور بمسيرة العمل الشرطي والأمني. واطلع خلال جولته على الأجهزة والمعدات الحديثة التي تم استحداثها والمركبات والأليات المستخدمة والتي تتبع أحدث الأساليب العملية في تعزيز المكاسب الأمنية ارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، معبرا عن تقديره لجهود المنتسبين المتميزة في أداء واجباتهم.
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبو ظبي 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغات خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، الهدف إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي. أكد السفير جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم ومساندة الجامعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لمؤتمر المناخ COP28 خلال شهر نوفمبر المقبل، معرباً عن ثقته في أن رئاسة الإمارات ستساهم في استمرار الإنجازات التي تحققت خلال COP27 وسيتم البناء عليها. وقال السفير جمال رشدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إن الجامعة العربية ستشارك في مؤتمر COP28، حيث ستعرض أنشطتها المختلفة المتعلقة بالمناخ في جناح خاص، والتي تتناول موضوعات متنوعة مثل نقل التكنولوجيا وتوطينها والتمويل والتنمية المستدامة. كما سيتم استعراض جميع الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بنشاط مؤتمر COP28. ننتقل إلى الأخبار العربية والعالمية من 7A News. وافق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على إنشاء وحدة البريكس بمقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة، وستكون الوحدة مسؤولة عن الملفات المتعلقة بالتعاون مع مجموعة البريكس، ويضم أعضاء الوحدة الوزراء والمسؤولين المعنيين. وتحدث مدبولي خلال اللقاء عن مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة 15 لمجموعة البريكس التي انعقدت مؤخرا في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ودعيت مصر خلال القمة للانضمام إلى المجموعة اعتبارا من يناير 2024. عقدت حورية ترمال وزيرة شؤون المرأة الليبية اجتماعا مع الوفد الطبي الأردني الزائر لمركز علاج العقم ولمناقشة أسباب ارتفاع حالات العقم وخاصة حالات النساء بحضور مدير المركز. وأجرى الأطباء الزوار بالتعاون مع الأطقم الوطنية نحو 1200 حالة كشف وعمليات مناظير وحقن مجهري. كما نفذ الوفد الطبي زيارات إلى مدينة مرزق ومركز الزنتان بالجبل الغربي لإجراء فحوصات طبية وإحصاء الحالات. ويعتزم الوفد التنسيق لزيارة مدن صبراتة والزاوية وسرت وزارة وتحضير لتوسيع رقعة الكشوفات لتضم مدينتي أوباري وغات. ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاباً من البيت الأبيض، حيث قدم تحديثاً عن الوضع في فلوريدا بعد أن وصل إعصار إيداليا إلى الولاية. وأوضح بايدن أنه تحدث مع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس وحكام ولايتي جورجيا وكارولينا لتقييم تأثير العاصفة التي وصلت إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثالثة. وقال بايدن: لقد تحول الإعصار إلى الفئة الأولى، لكنه لا يزال خطيراً للغاية مع رياح تصل سرعتها إلى 75 ميلا في ساعة، وأثار هذه العاصفة محسوسة في جميع أنحاء الجنوب الشرقي حتى مع تحركها نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة. قالت مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل إن الآلاف من سكان فلوريدا تركوا بدون كهرباء في أعقاب إعصار إيداليا. وأضافت: هناك ما يقرب من 300,000 انقطاع للتيار الكهربائي في فلوريدا، ونتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع مع مرور العاصفة ودخولها جورجيا. سنرى أرقام انقطاع التيار الكهربائي في جورجيا وكارولينا الجنوبية وربما كارولينا الشمالية. وأضافت أن مهندسي الجيش الأمريكي تم تمركزهم مسبقا لدعم استعادة الطاقة في المناطق المتضررة، وتم تجهيزهم بأكثر من 30 مولداً. أعلن المستشار الألماني أولاف تشارلز عن خطط لتحفيز نمو الاقتصاد الراكد في البلاد مع إجراءات جديدة تهدف إلى خفض الضرائب والتخلص من البيروقراطية غير الضرورية أثناء حديثه خارج قصر ميس بيرج بالقرب من برلين. وقال تشارلز: لقد سلكنا المسار الذي يحتوي على راحة شاملة للاقتصاد ويهدف إلى تحفيز الاستثمار،
وأضاف النمو ليس قويا كما نرغب، لذلك من خلال هذه الإجراءات نريد المساعدة في ضمان وجود نمو أكبر، وأننا نشجع الشركات على الاستثمار الآن لجعل ذلك ممكنا. أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا سيحضر الاجتماع غير الرسمي، وهو اجتماع وزاري بشأن الشؤون الخارجية في توليدو، حيث من المقرر أن يبلغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي بخطة السلام التي قدمها الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وأوضح بوريل كان الأمر أكثر على الجانب العسكري والدفاعي، واليوم أصبح الأمر أكثر دبلوماسية، ليس فقط فيما يتعلق بالحرب ولكن حول كيفية إنهاء الحرب من وجهة نظر خطة السلام التي قدمها الرئيس زيلينسكي. ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من 5 طوابق في وسط جوهانسبرغ يوم الخميس إلى 63 شخصا وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة. وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولوديزي هناك حتى الآن 63 قتيلا و43 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية. ننتقل إلى مقال اليوم. مقال اليوم اخترناه لكم من موقع 7E News للكاتب مصطفى الطوسة تحت عنوان انقلابات عسكرية ضد فرنسا في إفريقيا جاء فيه. تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع وتيرة انقلابات عسكرية في منطقة الساحل وإفريقيا التي تطالب بتغييرات جذرية، عنوانها الأساسي الانتقاد للنفوذ الفرنسي. وتطرح هذه التطورات تحديات جديدة على الدبلوماسية الفرنسية التي أصبحت مرغمة على بلورة عقيدة جديدة تتناغم مع موازين القوى الجديدة، فرنسا ومن ورائها دول الاتحاد الأوروبي. تنظر أي هذه الانقلابات على أساس أنا قد تصب الزيت على نار المخاوف التي تعيشها المنطقة. المستوى الأول يطال إمكانية أن تستغل المجموعات الإرهابية هذا الوضع الغير المستقر لتنتعش من جديد وتشكل خطراً قاتلاً على هذه الدول الهشة اقتصادياً وأمنياً. المستوى الثاني يطال التخوف من أن تتسبب هذه الانقلابات العسكرية في إحداث أمواج من النازحين والمهاجرين الفارين من جحيم الحروب الداخلية التي ستأخذ طريقها إلى القارة الأوروبية مروراً بشمال إفريقيا. أما المستوى الثالث فهو التخوف أن تستغل بعض القوى المتنافسة مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي هذه الفوضى السياسية لكي تجد موطئ قدم مترسخ لها في هذه البلدان. ننتقل إلى أخبار بانوراما من 7E News. منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2003 يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية احتفاءه بالتراث الثقافي لدولة الإمارات ويواصل نموه، حيث تشهد نسخته لعام 2023 مشاركة أكثر من 900 عارض وعلامة تجارية، ما يؤكد مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة المعارض الدولية. نتابع. We'll be right back.
تأمل هواة الظواهر الفلكية ظهور القمر الأزرق العملاق للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة. وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض، ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليل جي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله تاليا يبدو أكبر بنسبة 14%، وبالتزامن يؤدي تقابل القمر تماما مع الشمس إلى ظهور القمر الأزرق العملاق. كاريكاتير اليوم اخترناه لكم من جريدة الاتحاد الإماراتية بريشة الفنان شريف عرفة بعنوان مصرف لبنان. أما إنفوغراف اليوم اخترناه لكم من مكتب أبو ظبي الإعلامي بعنوان مطارات أبو ظبي تعلن بدء تشغيل مبنى المسافرين أي الجديد في مطار أبو ظبي الدولي نوفمبر 2023. التغريدة الأولى لهذا اليوم اخترناها لكم من الحساب الرسمي لمكتب دبي الإعلامي على منصة إكس، جاء فيها: بلغ عدد معاملات تطبيق دبي الآن منذ إطلاقه حتى الآن بلغ أكثر من 23 مليون معاملة، منها 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المستخدمين 1.1 مليون متعامل، بينهم 100,000 متعامل خلال العام 2023. التغريدة الثانية اخترناها لكم من الحساب الرسمي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على منصة إكس، جاء فيها: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام داخل الدولة بإطلاقها مبادرة أسارير لتوفير المستلزمات الدراسية لهم ضمن حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة سنويا لمساعدة الطلاب المعسرين على مواصلة مسيرتهم التعليمية. حديث الكاميرا اخترناه لكم روسيا، فقد ولد شبل باندا في حديقة حيوان موسكو وفقا لما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وتظهر الأم السعيدة دينغ دينغ وهي تحتضن صغيرها وتنظفه وهو يأكل الخيزران، ويعتبر هذا الحدث فريد من نوعه بالنسبة للمجتمع البيئي العالمي بأكمله. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد من 7A نيوز. قال معالي عبد الله بن توق المري وزير الاقتصاد إن الأرقام القياسية التي تواصل التجارة الخارجية تحقيقها نتاج رؤية متقدمة وواعية للقيادة الراشدة، أثمرت عددا من المبادرات الرائدة والتي عززت سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم ورسخت مكانة دولة الإمارات في قلب حركة التجارة الدولية. وأكد معاليه في تصريحات له أن تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقم 1,239 مليار درهم خلال
خلال 6 أشهر فقط من العام الجاري مؤشر يعزز من ثقتنا في إنهاء العام الجاري برقم تاريخي جديد لتجارة الدولة، ويضعنا على مسافة أقرب من الوصول إلى المستهدف الوطني لرفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة. أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ اعتباراً من 17 يناير المقبل بتشغيل رحلات منتظمة إلى مومباسا الكينية، لتكون أول ناقلة وطنية تسير رحلات مباشرة من دبي ودولة الإمارات إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كينيا. وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار موي الدولي بواقع 4 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتوسع فلاي دبي بهذه الخطوة شبكتها في إفريقيا إلى 11 وجهة في 10 دول. ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاع التجارة والصناعة في الدولة بنحو 28.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاع التجارة والصناعة وصل إلى 745.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 6 أشهر. ننتقل إلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية. نتابع. النشرة مستمرة، وإلى أخبار الرياضة من 7 نيوز. حصد الجواد الساحر لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 30 التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية، وذلك في ختام منافسات المحطة 9 لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي احتضنتها كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. وأقيم السباق ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان 33 وسط حضور جماهيري كبير تخطى 30 ألف متفرج، وشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي. على مدار شهر أغسطس الجاري كانت الرياضة الإماراتية حاضرة وبقوة في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والعالمية، وأكدت مكانتها في مختلف الألعاب بحصد العديد من الميداليات الملونة والحصول على المناصب الدولية. وقد شهد شهر أغسطس مشاركات واسعة لرياضة الإمارات، ورفع علم الدولة عاليا في أكثر من مناسبة بالوقوف على منصات التتويج، وبرزت نتائج وإنجازات الألعاب القتالية بعدما نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو في تصدر الترتيب العام لبطولة العالم في كازاخستان وسط مشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة، وحقق لاعبو الإمارات 46 ميدالية ملونة. لم تكن الخماسية المكسب الوحيد للعين في مباراته مع البطائح ضمن ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بل كشف اللقاء عن رغبة الفوز وزيادة غلة الأهداف لدى لاعبي الزعيم حتى النهاية، بدليل أن الهدف الخامس جاء في الدقيقة 97، وتعد المباراة بمثابة نقطة انطلاق جديدة ومهمة لأكثر من لاعب، بداية من المدافع كوامي صاحب الهدف الأول ليسجل في مشواره مع الزعيم 10 أهداف في 94 مباراة خاضها في بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي. استضاف نادي إنتر ميامي لكرة القدم مع نجمه ليونيل ميسي حفلا خاصا لتقديم كأس الدوري 2023 إلى جماهيرهم قبل استضافة مباراة مع ناشفيل خلال الموسم العادي، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب دي آر في بانكيك في لودرديل بولاية فلوريدا. وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: صحيح أننا لم نكن معتادين بعض الشيء على اللقب مع الوصول إلى النهائي، ولكن يجب أن نستمر ولا يزال هناك الكثير ليقوله. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. We'll be right back.
النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك ماليزيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الحكومة المصرية توافق على إنشاء وحدة البريكس. بايدن يتحدث بعد وصول إعصار إيداليا إلى فلوريدا. إسبانيا كوليبا يطلع على خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، بأمان الله.